نتابع من متحف ميم. نحن هلا يعني قدام يعني الطاولات التفاعليه اذا صح التعبير، قبل ما نتابع مع سليم قدي وسوزي حكيميان وندى صفا وفضل الله داغر وروني ريشار حتى يحكونا عن المتحف، بعد في كثير معلومات فضلا عن انه الطلاب عم بيعملوا هذا الاختبار الخطي. كارول عطله منسقه المتحف، كارول نحن هون شو عم نعمل؟ نحن هون واقفين قدام طاوله مالتي تاتش سكرين، حبينا يكون هذا المتحف فيه تفاعل، عن هيك نحن اتصلنا بشركة باراديزون، مسيو ميشيل سفير هو مدير مجلس إدارة هيدي الشركة، وصمموا لنا أدوات لحتى نقدر نحط النصوص والمعلومات اللي عنا إياه هون بطريقة مختلفة عن اللي معودين فيها عادة بالمتاحف. يعني كيف؟ أنه شو يعني كل معلومة، كل حجر عم نشوفه جوا عم نشوف هون نرجع؟ لا مش كلهم، نحن عم نعطي معلومات عن هيدول الاحجار، معلومات اضافيه منا موجوده بالمتحف جوا. هلا رح نعمل ديمونستريشن بعد شوي، نعم بنشوفها بالديمونستريشن شو هن الاختصاصات. طبعا رح ندعي بعد شوي باخر الحلقه الطلاب هن كمان بلشوا يعملوا التسجيل. دكتور صفير نحن بنهنيك على هذا الشغل، مثل ما فهمنا انه سليم قدي اصر انه يكون كل الشغل بلبنان وانتم شركه لبنانيه. اشرح لي مثل ما قالت ست كارول قبل شوي، يعني على اي عناصر بدكم اشتغلتوا هذا الشغل اللي عم نشوفه شو هو؟ الفكره الاساسيه كانت انه اليوم مثل ما شايفين واقفين اول شيء قدام اكبر شاشه تفاعليه وطاوله تفاعليه موجوده بالعالم، بيقدر يشتغل عليها اكثر من 30 شخص بنفس الوقت. افهم الاكبر بالعالم؟ نعم. ومعموله بلبنان؟ مبرمجه بلبنان وكل شيء؟ طبعا. فبقى الفكره هي انه كمان من خلال التكنولوجيا نقدر نربط اليوم اذا بدنا المواضيع العلميه، نعم، بطريقه اكثر اذا بتقدر يتواصل فيها جميع الاشخاص اللي عم يجوا يزوروا هالمتحف. يعني ان كانوا طلاب، تنقول 12 طالب 12 شاب 12 زائر. نعم. شو؟ نعم فيهم يوقفوا حوالي هالطاوله. خلينا نبلش. وليد تفضل، شو عم نعمل وليد؟ مساء الخير. اهلا وسهلا استاذ مارسيل ولا ضيوفك وليد نهرا انيس بربيري. تفضل اشرح لنا. طيب. فبقى الفكرة الأساسية مثلا هون إنه فينا نفرج من أشياء بسيطة مثلا مثل صور عن كل الأصناف الموجودة اليوم بالمتحف. أول شغلة إنه نقدر نعطي كمان قيمة إضافية على الزيارة للشخص اللي عم بيزور المتحف. يعني اليوم مثلا هلا بنشوف هون، يعني شو عم تعملوا؟ هلا أنا وياك وكارول ووليد وأنيس، نحن كل واحد في عبي يفتح. طبعا فينا نكتشف بطريقه تفاعليه كل هالقطع الموجودين اليوم بقلب المتحف، يعني فيها تكون تكمله مهمه للزياره. طبعا اللي عم بتصير هون على الطاوله عم نشوفه على سكرين. نعم اكزاكت. والفكره الثانيه اللي كثير مهمه انه كمان لحتى يصير في تشارك بالاختبارات، يعني اليوم كمان انه التكنولوجيا عم تقدر تجمع هالاشخاص. نعم. بيتحدثوا عن هالمواضيع ان كانت ريليتد للشيء اللي شفناه جوا، يا اما تكمله كمان للاشخاص الاكثر مثقفين على هالمواضيع هيدي. عم تكذر كثير على الكاميرا وليد. نعم شو عم تعمل هلا؟ وليد بس اذا انا بدي اقرا، اذا انا بدي قلت بدي اتعرف على هالحجر بقدر؟ نعم هيدي مثل ما عم يحكي دكتور ميشيل انه هيدي ملت، هيدي البوم فوتو فيه كل الاحجار مقسمين حسب الاصناف يلي هن الكلاس. ايه كل شخص فيه يكتشف، يفوت زوم ان ليكتشف اكثر كل حجره. هلا رح نشوف. يعني بعمل هيك انا اذا بدي اكتشف كل حجر؟ اوكي هيدا فلوريت. اوكي اذا انا بدي اعرف عن مواصفات الفلوريد كيف فوت على فوت على السرعه. يلا قرب على الكاميرا. يلا. نعم بنفوت على بلاتفورم ثاني اللي هي اكثر رح تعطينا تفاصيل عن هالمواضيع هيدي اللي هي مثلا رح نفوت على سكشن اسمها ليدي كواتيت. هلا كارول رح تشرح لنا علميا اكثر عن هذا الموضوع. اي عندنا هون مثل نافيجيتر بقلبه مقسم لسكشن. اعطيها ال حلو كثير. في عندنا هون الكوليكسيون تبع كمان صور اللي حبينا نعمله. اذا بتروح على الترانش ايزولي في عندنا هون وحده من اللي ديكواتيت بنشوف بقلبها بشكل كثير صغير. نعم. ذات الشكل اللي عم نشوفه على كبير. نعم. يعني عم نصور الواجهه الفيترين يلي هي بالرياليتي عم نصورها هون ونقدر اللي ما بنشوفه بالعين المجرده اوكي بنشوفه هون بتفاصيل كثير دقيقه على السكرين. هون دكتور صفير
عم شوفك مع شرح لي وليد قبل شوي على هالطاولة انه مثلا انا في اقرا كتاب طبعا عن 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 مادة معينة او بروشور عن مادة معينة. استاذ سليم هو نظم وحضر كتب إلى علاقة بال استاذ سليم قد ايه؟ نعم هودي الكتب طورناهم هن استاذ سليم كتبهم كتب ثلاثية الأبعاد نعم هلا فينا 18 كتاب وبيحكوا عن كل السكشن تبع الميم كتب ثلاثية الأبعاد التفاعلية اف لكيف تنفتح مش قليل يعني الفكرة كمان هون عطول عم نعطي الزاير طريقة لحتى يتوسع أكثر بالمواضيع تبعوله يعني اليوم إذا شخص بده يتعرف بس على الكوليكشن بطريقة سريعة فيروح على الصور ويشوفهم مثل ما قال وليد قبل شوي بطريقة كتير دقيقة ما بيقدر يشوفها بالعين الواقعية أوكي. هون عم نعطي أكثر تفاصيل للشخص اللي بده يطول الزيارة تبعوله ويمضي أكثر وقت لحتى يتسقف ويعمق الموضوع بطريقة مفصلة أكثر كارول عفوا نحن اذا هون عم نحكي طالب بده او زائر بده يفوت يشوف وهي بتساعده بمواد علميه عم بيدرسها عم بيتخصص فيها او بفضول معين هو بحاجه لدليل يعني انت لازم تكون معك حدا من قبل يكون يشرح له اكثر او هو بيعرف لوحده لا نحن اللي كمان جربنا نعمله انه رح يكون في منيو هيلب نعم بينكبس عليه بيكبس عليه الزائر وهذا المنيو رح يساعده لحتى يكتشف كيف هيدي الابليكيشن فيه يستخدمها يعني شو عم بيستعملوا تلاميذ على جوا هلا تلاميذ على الهواء جوا هلا عم نشوفهم شو عم بيستعملوا جوا بيقدروا يستعملوا شيء هلا في عندهم تاب دو مندلييف اللي هن عم بيستعملوها هلا انا كنت قبل بشوي جوا وشفتهم عم بيستعملوها بلشوا يعرفوا فيها يعني بلشوا يعرفوا فيها وكنت كثير مبسوطه لانه من عملنا لهم ديمونستريشن مره واحده وقدروا هلا كلهم يفوتوا عليها بكل سهوله ممتاز هون مثلا كمان التكنولوجيا اليوم اللي قدرت قدمته انه شخص حتى لو ما عنده معلومات كثير متقدمه على الموضوع بيقدر بفتره قصيره ولمحه سريعه بدنا نقول انه يستفيد الماكسيموم من الوقت يلي عم بقضيه بهالمتحف، يعني يطلع من زيارته معه اشياء متكامله على هذا الموضوع ان كان من ناحيه التصور ان كان من ناحيه النصوص الموجوده هون وكمان ما ننسى انه هالشيء كمان معمول بعده لغات يعني معمول بالعربي اكيد بيقدر على المنيو يحط هو عربي انجليزي فرنسي طبعا يعني هيدي كمان نقطه كثير مهمه عم نتوجه كمان لعدد كثير كبير من الاشخاص اللي بيزوروا المتحف دكتور ميشيل صفير ما بعرف بدي اسالك سؤال الاخير شو يعني انك تشتغل برمجي بلبنان وطبعا احنا فخورين فيك فخورين بهذا الفريق العمل العظيم اللي اشتغل هالشركه الشغل بلبنان وهيدي كمان علامه من علامات الاضاءه بهالبلد انه فيها هالقد ناس عم تشتغل شغل هالقد جبار وعظيم بلبنان انك تشتغل لمتحف قديش ساعدك الموضوع مختلف عن شركه تجاريه مثلا يعني نحن من اول ما اجوا زارونا تقريبا من اكثر من سنتين واطلعنا على الفكره تبع اساس سليم قد بهذا الموضوع من اول نهار حسينا انه بدنا نعطي شغل بطريقه مميزه لانه منه عمل تجاري بالاخر هو عمل ثقافي وعم نربط كل هالمواضيع ببعضها وعمل ثقافي بلبنان بوضع مثل هيدا حبينا من كل قلبنا نعطي اهم تكنولوجيا موجوده بالعالم لحتى نقدر كمان نحط لبنان على الخريطه بطريقه مميزه مش انه بس باللي عم نسمعه بالاخبار وباللي بشوفه بالاعلام بس كمان بواجهه حضاريه لانه هذا الشيء اللي عم نعمله اليوم كمان عاملينه لمؤسسات تجاريه مثل ما فضلت حضرتك ان كان باليابان ان كان بامريكا وبغير بلدان فبقى حبينا انه نعطي كمان لهون بلاتفورمز منهم موجودين بعد على صعيد المنطقه يعني نحن فخورين فيك وليد عندك شيء تقوله بعد نحن بنقول للشباب اللي عم تهاجر نحن موجودين وبقينا وصمدنا بالتكنولوجيا وبغير التكنولوجيا لنفرجي قديش نحن من لبنان للعالم قادرين نفرجي كل هذا الشيء ويرجعوا كل المهاجرين انيس عندك شيء تقوله انا بحب شدد بس على عم بقوله وليد انه ما دغري ناخذ طريق السهلة من سافير نضل هون نبعد عن زبالي بالسياسه اللي عم تاخذنا على مطارح ما بدنا نوصل لها هيدي مساله ثانيه كارول مين عطي الداتا لميشيل والفريق العمل الداتا اكثريه الداتا نحن اعطيناهم اياها نعم بس انا حابه اقول شغله انه كل الاشخاص اللي اشتغلنا معهم لانشاء هذا المتحف ان كان من ناحيه التواصل او من كل النواحي وحسيناهم انه صرنا كلنا سوا بيت واحد يعني نعطيهم معلومه ساينتيفيك
ما عندهم مشكلة يفوتوا فيها ويفوتوا معنا للآخر. كارول، نحن بنشكرك على هذه المداخلة. وليد أنيس، دكتور صفير، شكرا لكم.